والدعوة يا عباد الله لها فضائل عظيمة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن سار على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله جل وعلا. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من خير الأمة فليؤدي شرطها أن يأمر بالمعروف وأن يدعو الناس إلى الخير، يدعوهم إلى الهداية وإلى الرشاد. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعاة إلى الله هم المفلحون في الدنيا والآخرة. من أراد أن يكون له نصيب من هذا الأمر فعليه أن يدعو إلى الله جل وعلا بقدر استطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر كما جاء في صحيح البخاري قال له: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. وفي رواية قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت أخي المسلم إذا دعيت إنسانا، وجهت إنسانا إلى أمر محمود، إلى أداء الصلاة مع جماعة المسلمين وقام بأدائها فهو في ميزان حسناتك، وإذا دعوت شخصا إلى أن يبر بوالديه فهو في ميزان حسناتك، وإذا دعوت شخصا وقع بمخالفة وبمعصية من المعاصي وترك ذلك الأمر فهو في ميزان حسناتك. تتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتدرك الأجر والفضل من عند الله جل وعلا.